الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون عدد أبواب النار نار الباب ذي انتي وي إلهي باب علي وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وجهنم وحي لذا موي أطي موعد لما أنتو تكوى قلها يوي وحان أسونا ذي تدباء الباب قسم كستان وحولي يميل لوغون يوم مقسومة أبواب النار مقلقة على أهلها سيد الجنة وحاويان الباب تدعي مفتحة أطاي كوان أيقون وحاويان الباب لا بل وحرها ياوي قال الله إلهي وحولي إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وقال لقد دبولها يا دشوضة وحانا لقصي دبولها حرحرها ولقصي دبولها وحاويان تيرر تاك تاكا نارتي يدون وإمانيسا عرصات كمالنت يوم القيامة أي وحاويان إمانيسا إلهي وحوليه وبرزت الجحيم للغاوين وحالله صوبانيقا هيا نارتي جهنم كوي غاوين تهاي اللومي يغونا وحلوميين كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى إلهي وحوليه مركي لبربري نلكي بربرين وجاء ربك وإماذا والملك صفا صفا أيسدا إسقوسي وريتنا يام بني آدم كحديث بلن باكا ورنته وجيء يومئذ بجهنم جهنم أي أيضنا لكينا هيا يومئذ يتذكر الإنسان مال كاسو وانسما هيا وأن له الذكرى وانسى مفره أدونك إنت اللتشوغ أي فرنته عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله يؤتى بجهنم يومئذ مال انت يوم القيامة وحالكينا يا جهنم لها أيوسوناتي 70,000 زمام التضبات كن أو حويان هجان مع كل زمام هجان كستنا 70,000 ملك تضبات كن أو ملك أيا يجرونها تيده يويه دتك مركي في ريان هرتودا وجهنم ميدك تودا دنا أولبا مال إن كاوي مال إنتو إله إليه سبحانه وتعالى يوم أي المهد يريرا أي عروب هيان مال إنت يشيب الولدان لأن يرادا كوي دشي مركي عريسان ايان ميشا ايادا اوهي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية إلهي وحولي وإن منكم مد إذنك مد مجر إلا واردها واكو أرون ايا صورك ايا صراتك كان على ربك دشيس ربك وحاها حيها تئين لقوة أرون حتما قوان مقضيا أولا وحاوهي أولا قواميي انت مركي لغو أرورك كدبنا ثم ننجي الذين اتقوا وانكبت بادينينا بولي يا إلهي سبحانه وتعالى كوي أدونك كقصو عبصدي ونذر الظالمين كوي وحانك قتغينا كوي ظالمين تهانا فيها جثيا يقو جلبدعي أيانك قتغينا بولي يا نبي إلى الله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل لنا ربنا يوم القيامة ما لنت يوم القيامة ربك أنما أركينا حديث لير بوهاي ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم وحال الدل صار يا صراطك وحوي جهنم الدشيدة فأكون وحانا يا أنا وأمتي أول من يجيز ذاتك وقوه الرأي قدبة كوي كليتنا ميشا سيكون عهيا قعر النار نارت وحوي سلكيد انتي ترى عن أبي هريرة رضي الله عنه أوجه صيص حق إنتي لو إنتي ترتاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحال مغلي نواق واحد عي جقيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحجر أتدرون مؤكتين ما هذا كان قالوا وحيدين قال وحجر قلنا وحان لله ورسوله أعلم قال وحجر هذا حجر نقح ويرمي به الغقمي والغطور في النار منذ 70 خريفا تضباطا ديروت فهو نقحي يهوي واسيد دلان دليو واسيه وبني في النار نار تنحل هذا الآن هدى حتى انتهى انت وكجاري الى قعرها جردي يسلكي الى هيو الا المكان كاغنا نار جهنم موي عنما سمرة ابن جندب رضي الله عنه حديث كمسلم باوري هوري انه سمع النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان منهم وحاكم اذا من تاخذه النار كوي وقبنا يسنارتي الى كعبيه وحويان قمديه ومنهم وحاكم اذا من تاخذه الى حجزته قنتي سئي هلكا ومنهم حكم إذا من تأخذه إلى عنقه هلكا يسو قاريسو
أيا كمي دادكي ويا ومالينتا يوم القيامة ويا عدمة خلق أهل النار وويني ذا أهل النار كإنتا للي كيسينا يا ما يغو إنتو دي بسا هم بايدتكو نار تقليا المسا واللغسي وويني سينا يا واللغسي وويني سينا يا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ضرس الكافري ننكا قالكا قوس كيسا أو ناب الكافري قالكا دوشيسا مثل أحد أو كلاوي وغلد جلده مسيرة مقار كيسا جلد كيسا انت أقردي ستاينا مسيرة ثلاث صدح إن لو صعود أيا للإكيسين يا مركاسا هدروا حويا نارتي لغسي عذابا يا إلهي يو أذيق المغنكا غنهي جهنم يا الله. عن حديث كاهر مسلم باوري عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر في النار لو حويا قفك قالك لبدي سقر ونحضوضة في النار مسيرة ثلاثة أيام وإن لو صعد حويا لما صدح مع الموت إن لو صعد أيا للإكيسين أيا للراكب المسرع قفك الصفرة هيا إيه وليب الدلالة ديري يوي لبدي سقر بنتاس إسو ترسن أيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كادم بنوا متفق درس الكافر يوم القيامة مثل أحد مثل أحد بورت أحد بولا كان يا قوس كيسو وعرض جلده 70 ذراعا وحويا بلع جلد كيسونا وحويا وتضبات باع ددن وعضده وحويا مثل البيضاء ربال كيسن تنتي سنة وحي أهانا مثل بيضاء ماشا بيضاء ليرادو وفخذه مثل الورقاء سيدا ماشا ورقاء لدهو كلا أيضا انتاسو إنو تيرايا ومقعده من النار انتا وكفر يسنا يا نارتنا ما بيني وبين الربدة أنيق إيا الربدة انتا نودا حيسا انتا إن لأيقا يوصل كتلقان هياوي يا ربدنا واتقانانا وماشي أبو هريرة هو يدي وحويان قال مركي دمنا أرجونا نبي قداق شري عليه سلامة والسلام حديث كايسقى وحصوص عري أحمد إيو حاكم أي صوص عري وأنا حديث صحيحة سلسلة حديث صحيحة أبو البارين كون صحيحية وأنا حديث صحيحة كن هل بقول إيشان هل كاس أيورك جور رمي عن حارث بن قيس أقيش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يدخل الجنة ومضى إذا وحاكم إذا من جنة قف قالها يا بشفاعة أكثر من مضر ري مضر إن لأك أو شفاعك قالها يا وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زاويها قف لو وينين أيو نارتي إلا أوحويا ندعي ذي ذي كان دمنا وحصو صاري أحمد إيو ننقل يرادو ابن ماجة أيا صو صاري قوة حرارة النار وانا حديث صحيح كان دمنا حرارة أما قوة دا أي ليدا هاي نارتو درسي أن انت سوي نوغو إيجي متكلا انت سوي إيمان إنو جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.